التصعيد الذي شهدناه خلال 48 ساعة الماضية كان مصدر قلق كبير لمهمتنا وللمجتمع الدولي برمته، لأن التصعيد لا يتمثل فقط بزيادة العمليات العدائية أو القصف، بل نحن أيضا كنا مستهدفين كقوات حفظ سلام، ونحن مفوضون من الأمم المتحدة. خلال 48 ساعة الماضية واجهنا 4 هجمات على مواقعنا، 2 منها كانت في الناخورة في مقارنا، ولازلنا نبحث في تلك الهجوم تعرف على من هو المسؤول. 2 من حفظ السلام أصيبوا وضربت قاعدتين، فالوضع مقلق جدا. وكما سمعنا من الجيش الإسرائيلي قبل بضعة أيام طلبوا منا الانتقال إلى خطوط قريبة من الخط الرسمي، ولكن وضعنا هو بالإجماع أن نبقى متواجدون في جنوب لبنان. طيب، لماذا توجه إسرائيل بهذه الطريقة هذا النوع من الضربات وتجلب إلى نفسها الكثير ربما من المآخذ واللوم عليها، ويكرس أيضا الطلب على سبيل المثال من إسبانيا بأنه يجب أن لا يكون لديها أو التوقف عن بيعها الأسلحة، إلى هذا الحد فعلا هي مستاءة من وجود اليونيفيل بهذا المكان، ولماذا؟ difficult to to respond for them من لا أستطيع أن أجيب عنهم. هذا السؤال يجب أن يوجه إليهم، لماذا يفعلون ذلك؟ لأن مسؤوليتهم والتزامهم بحماية حفظ السلام تقع على كل الأطراف، إذن هو جزء من التزاماتهم. أنا أدرك أنهم طلبوا منا الانتقال بسبب الأوضاع الأمنية ولحماية أمننا، ولهذا السبب طلبوا منا الانتقال تحرك، ولكننا يجب أن نكون متواجدين هناك، لأن دخولهم إلى الأراضي اللبنانية يعتبر انتهاك لسيادة الأراضي اللبنانية وقرار 1701. إذن يجب أن نكون متواجدين لإجراء عمليات المراقبة حسب قدراتنا المحدودة بسبب القصف، ومن الصعب جدا أن يكون لدينا قدرات مراقبة في كافة مناطق عملياتنا، ولكننا نفعل كل ما بوسعنا ونقدم تقريرنا إلى مجلس الأمن. إذن تواجدنا الآن أكثر أهمية لأنه بتفويض من مجلس الأمن لتقديم التقارير لهم.